الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قبل قليل هذه الصور. إذن وأعود لمتابعة تفاصيل أيضا هذه الزيارة معك سمير والمواقف التي أطلقت عبرها. تماما، كنا نتحدث عن ما أكده الرئيس بوتين اليوم في هذه الكلمة المهمة. بيلاروسيا وروسيا احتفلوا قبل أسبوعين تقريبا أو يعني نحو 13 يوما بعيد الوحدة التي الشعبية بين الشعبين، وهذه المعركة هي معركة مشتركة بين الجيش الروسي وأيضا البيلاروسي، ومن ثم فهذه يعني خطوة على طريق إثبات وتأكيد قوة اللحمة الروسية في مواجهة يعني الغرب بقيادة أمريكا والمملكة المتحدة. الرسالة الرابعة في كلمات بوتين اليوم أيضا روبير هو ما يتعلق بما يصفونه هنا في روسيا بمسرحيات الغرب وفبركاته بشأن انتهاكات يرتكبها الجيش الروسي على الأراضي الأوكرانية. هذا الأمر سبق وأن طلبت روسيا بالتحقيق فيما حدث في بوتشا أو في محطة القطار في كراماتورسك بتحقيق مستقل حتى يمكن الوقوف على حقيقة ما حدث، وأيضا يتهمون أوكرانيا والغرب بفبركة هذا الأمر، بل وقدموا للأمم المتحدة أدلة من وجهة نظرهم على أن أوكرانيا تجهز لمسرحيات وفبركات بغرض تشويه الجيش الروسي. أربع رسائل واضحة في هذا اليوم المهم. بالأمس لقاء مع المستشار النمساوي في أول مسؤول أوروبي يزور موسكو بعد انطلاق العمليات في 24 من فبراير الماضي، واليوم رسالة أخرى في حضور رئيس بيلاروسيا للتأكيد على متانة الجبهة الروسية في هذه الحرب. نشير إلى أن هذا اللقاء وكما تابعنا تفاصيل المواقف مع سمير بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي استقبل الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو في قاعدة شرقي روسيا، قاعدة أيضا لإطلاق الإطلاق الفضائي قاعدة فوستنشي في منطقة أمور. إذن هذه هي الصور قبل قليل لهذا اللقاء، وهو يوم عيد الفضاء كما أشار لنا سمير. عيد رواد الفضاء، صحيح. إذن تستمر هذه الزيارة، هذه الصور قبل قليل.